مشاهدينا، وحول العلاقات العراقية الأمريكية وحالة الازدواجية التي يعيشها شركاء العملية السياسية في هذا الملف بالتحديد، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي الأستاذ مظفر الخميسي. مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى حضرتك وعلى جمهوركم الكريم. أهلا بكم. زيارة مبرمجة في نيسان القادم إلى السودان، إلى واشنطن لبحث العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فيما لو تمت هذا العام سيكون من أهم الملفات هو نفوذ الميليشيات. ألا ترى أنه سيكون فعلا هذا الاختبار الحقيقي للسوداني؟ ما الذي يمكن أن يقدمه السوداني في هذا الملف؟ كيف سيوازن؟ هي بالحقيقة زيارة روتينية يقوم بها بعض رؤساء الدول إلى أمريكا لتقديم فروض الطاعة وسماع الأوامر وتنفيذ الأوامر وغيرها، لكن الحكومات العراقية بالآونة الأخيرة فشلت في التواصل مع الإدارة الأمريكية. كانوا هم يتباهون يتفاخرون أنه بغداد مكان للقاء ومفاوضات أمريكية إيرانية من جهة وأمريكية إيرانية سعودية من جهة أخرى، فعلا انتقلت هذه المفاوضات إلى سلطنة عمان وإلى أماكن أخرى. بقوا يعرضون خدمات مجانية ما حد يريدها. السوداني راح يواجه بطلب بكبح جماح الميليشيات. هو ليس لديه أي سيطرة على هذه الميليشيات. هو يعني هم يذكروه كل يوم قادة هذه الميليشيات والعصابات أنه هو مجرد مدير عام، مجرد موظف بدائرة رسمية في العراق، والشارع ملتهب، شارع تسيطر عليه هذه الميليشيات، شارع تسيطر عليه عصابات، سلاح منفلت مسيطر عليه. السوداني أضعف من أنه يقدر يقدم شيء للإدارة الأمريكية إذا ما تمت الزيارة. طيب، هنا أيضا واستباقا لهذه الزيارة المرتقبة، حكومة السوداني تتعاقد مع لوبي أمريكي إسرائيلي لتحسين الصورة، بحسب صحيفة بوليتيكو التي تقول أنه تم إنفاق $800,000 خلال عام واحد. بالتالي لماذا تسعى حكومة السوداني برأيك إلى الاستماتة وتحسين صورتها أمام الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تسعى فيه إلى إخراج قوات الأمريكية والتحالف من العراق؟ يعني هم قادة المنطقة الخضراء يتباهون بأنه اتفاقية الأمريكية العراقية تشمل من ضمنها ومن أهم بنودها أن تقوم الإدارة الأمريكية بحماية العراق من أي تغيير من الداخل أو من الخارج. وأنا أؤكد على الداخل، يعني أي ثورة تشبه ثورة تشرين، أي انتفاضة للشعب العراقي، ستقوم أمريكا بوعدها حماية لهذه الحكومات الفاسده. مجرد هذا التعاقد مع لتحسين صورتهم، هذه مجرد وجه من وجه الرشاوه لشراء الذمم في الاداره الامريكيه وتحسين صورتهم البائس اللي يشوفها الامريكي المواطن الامريكي. طيب، هنا أيضا إذا ما خرجت القوات الأمريكية، البديل الطبيعي لنفوذ الميليشيات هو الجيش. طيب، هذا الجيش الذي ينفق عليه مليارات الدولارات سنويا للاستغناء عن الوجود الأمريكي، إخراج قوات التحالف منه، هل هذا الظاهر يعكس ما في باطن الميليشيات وسياسيها والنوايا الخفية من وراء إخراج القوات الأمريكية؟ الجيش العراقي اللي هم قادة الميليشيات يتقصدون بإهانته يوميا، يتقصدون بالنيل من تاريخه ومن من من مسيرته الطويلة إلى ما قبل الاحتلال. هم تقصدوا بهدم هذا الجيش، تقصدوا ببناء جيش طائفي، جيش مهلهل، يصرفون عليه مليارات الدولارات من أجل أن تنزل في جيوب الفاسدين. يتقصدون بالتقليل من هيبته، بملأ بدرجات الدمج والناس لا يفقهون من العسكرية، الأباء العسكرية. هذا الجيش مسيطر عليه من قبل الميليشيات، هو منفذ لسرقاتهم ولتهريب مليارات الدولارات عن طريقهم. طيب، أيضا يعني عقد حكومة السوداني مع اللوبي الأمريكي لتحسين صورتها أمام البيت الأبيض، ألا يكشف زيف شعارات المقاومة التي ترفعها أحزاب العملية السياسية وميليشياتها؟ يعني صورة واضحة كانت لمسرحية إخراج القوات الأمريكية، أنه التصويت على حضور نواب البرلمان للتصويت على إخراج القوات الأمريكية لم يحصل على أكثر من 82 نائب، حضور 82 نائب، في حين أنه 329 نائب حضروا
للتصويت على كريم الشعلان برئاسة المجلس. هذا التناقض أو هذا الكذب هم تعودوا عليه من أيام إيران، لما كانت في عندنا حربنا مع إيران. إيران تنادي بتصدير الثورة وتحرير القدس عن طريق كربلاء، في حين كان تمويل الجيش الإيراني من الـ من الـ من من الكيان الصهيوني. إلى الآن هم يلعبون على طرفين، طرف يقول نريد إخراج الأمريكان، نعم. وهم في الأصل لا يريدون إخراج الأمريكان، هم يتفاوضون مع الأمريكان. واليوم في فضيحة جديدة، الإدارة الأمريكية قالت أن المفاوضات مع الجانب العراقي لا تشمل بأي حال من الأحوال إخراج القوات الأمريكية. طيب هذا مجرد للتوجيه للداخل. هنا أيضا، هل هناك بالفعل صراع حقيقي ما بين الميليشيات والقوات الأمريكية والسوداني الآن في ورطة بين من يوازن، أم هي كلها مسرحية مصطنعة مفضوحة من أجل تحقيق غايات خفية ربما لا يظهر جميعه على العلن؟ والله أستاذي الكريم، أنا من اليوم الأول يعني أنادي بأن هذه مسرحية، ومسرحية باتت سمجة، أسطوانة باتت مشروخة. هذه القوات الأمريكية اللي تبين أنها تعرف الأشخاص من اللي يركبون أي سيارة، وين يذهبون وين يروحون، كان بإمكانها اصطياد أي رئيس كبير من هذه الرؤوس الشريرة اللي تقتل بالناس واللي تدمر بالعراق. لكن هم هذول بيناتهم علاقات قوية، علاقات وثيقة. الإدارة الأمريكية مرتاحة إلى وجود هؤلاء بالسلطة، وأنا باعتقادي أنهم ليسوا بصدد تغيير أي وضع من الوضع الكائن في العراق. هذا مجرد تهويل إعلامي، أنه القوى الأمريكية ناوية تغير، وأمريكا ناوية تقتل، وأمريكا ناوية تشيل الرؤوس الميليشيات. تفاهم بيناتهم وتواؤم بيناتهم واتفاق بيناتهم. نعم. إلى حين. الأستاذ مظفر الخميسي الصحفي والإعلامي العراقي، كنت معنا من أمستردام وغطيت لنا هذا الملف، شكرا لكم.